الكلام ده بغسلهم وبيقعد على شعري مدة 3 ايام، بس يعني مش بحط على الشعر ده كله، بحط على الشعر كده من من جوه جوه. من الجدر من جوه عشان يمسك، عشان ايه؟ عشان الخصلة اوكي. تبقى جديدة يعني، اللي هي ايه، ما تقعش ولا الكلام ده وتقل والكلام ده. لا انا محافظ عليه وانا عارف الشغل بتاعي. يعني في الخلطات دي علشان شعرك يطول و وحافظ عليه، ما هنا بيقل، انت فاهمة؟ ده الدماغ يعني، ممكن الجدر بتاع الدماغ ممكن ايه بيقع والكلام ده، فانا ما بخليش الكلام ده خالص، محافظ عليه على طول اول باول. لا الصراحة يا أحمد حاجة مبهرة. شعرك عجبني جدا ما شاء الله. ولا يعني أنا بشجعك لخطوة كمان التمثيل، ولو أنت كتبت بقى يا ريت وصفات والله، الشعر انا بطلع بقول لهم وصفات الشعر في برنامج ده انا أنا بطلع عايزاك فيه. تكتبها، تكتب بقى وتطلع تقولها في تيك توك أو في في يوتيوب. ال أنا هبقى من أول المتابعين علشان ما انا عامل نعتني بشعرنا. ما انا عامل قناة على الفيسبوك اطول شعر في العالم، دي صفحتي الرسمية اللي بنزل عليها كل حاجة، نزل عليها بتاع 4 فيديوهات، ما ايه يقلش اكتر الفيديو النص مليون، ايه اكتر فيديو عملته جاب لك مشاهدات عالية؟ اللي هو عملت فيديو جاب 3 مليون. 3 مليون ده من قيمة شهر بالظبط، عملته في يومين بالظبط جاب 3 مليون مشاهدة، وداخل على 4 مليون دلوقتي. عملت فيديو قلت انا اطول شعري في العالم، وطلعت عملت كده شعري وفردته لهم بس، فالفيديو عمل ضجة بقى، اتنقل على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى كله. ف ده كان أول فيديو ليك؟ ده كان اول فيديو ليه عمل ضجة. بعد كده بقى ابتديت اعمل فيديوهات بقى 2 مليون 3 مليون، لقيت المشاهدة عندي عالية، فعندي صاحبي اصلا، هو صاحبي ده عنده مليون التيك توك، فقال لي كمل بقى انت كده خلاص، الناس ايه متابعاك وايه وعايزين يشوفوك، يبقى كمل بقى. عمال اعمل فيديوهات، لقيت الفيديوهات عندي بتجيب كمية مشاهدات جامدة ده يعني. صاحبي ده بالملايين. قال لي انا عندي، بص انا عندي مليون، ما بيجيبش ال 50 ألف حتى مشاهدة، فلقيت ملايين بقى شغالة معايا، فابتديت بقى اعمل فيديوهات كل شوية. بتعمل فيديوهات عادية ولا فيديوهات فيها حاجة ساخرة ولا حاجة تستفز الجمهور انه يشوفها ولا ايه؟ انا بعمل فيديوهات مستفزه عشان ده يتفرج عليها وده يتفرج عليها يعني. مثلا انا بفرد الشعر اقول لهم انا اطول شعر في العالم واطول شعر في مصر، مفيش حد زيي، 1000 خصله مثلا. في ناس تطلع انت، انت عددهم انا عددهم فعلا؟ 1000 خصله كتير ما شاء الله. كتير قوي، وغير انا كمان، غير اللي عامل الكلام ده كله هيوصل لغايه الارض، اوصله كده يقعد جنبي كده علشان لغايه العقد الارض، دي. العقد دي انا لو فكيتها هيوصل لغايه الارض كده، فلا مش انت هعرف عامله كده امشي، عشان تعرف تلمه عشان اعرف وتتحرك امشي بيه، واعرف عملته تتحرك عشان لغايه تعرف الطول مثلا، تتحرك. لغايه رجلي هنا كده، عشان اعرف اروح هنا واتحرك في اماكن. تمام. وساعات لما بركب ميكروباص باخد نفرين بقى يعني، انا ساعات بركب علشان الميكروباصات واحد ليك واحد لشعرك. اكيد، باخد الكرسيين اللي قدام. طيب العيلة والبيت عندك استسلموا للأمر الواقع، لو أحمد جه يحب خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى الثانية الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف، يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.